تفاجئنا البارح بهاد السلاله الجديده اللي جات عاوتاني للمغرب. ما صراحه انا ما قلت ربما غير اشاعات، من بعد عرفنا باللي راه فعلا كاينه هاد الشيء. ما عرفتش شنو غادي نقول. انا كنتمنى ما يكونش الحجر الصحي، باسكو عندنا ليكول يعني خاصنا ضروري حضوري، ما خاصوش يكون عن بعد، حيت عن بعد راه عرفتي ما ماشي قرايه اصلا. صافي هادشي اللي كنتمنى ما يكونش الحجر الصحي، حيت ضيعنا بزاف ديال الوقت في الحجر الصحي، ما قريناش، دازو لي زيكزام تاجلوا لينا، الناس تخربقوا. هادشي اللي كنتمناو، ما كنتمناو زعما يكون عندنا حجر صحي من جديد، حتى النفس ديالنا اصلا ما بقاش متوقع اننا غادي ندوزو حجر صحي من جديد. كيف وقع الفيلم ديال الحاله الاولى اللي تسجلات؟ نفس الفيلم بغا يوقع دابا، غتسجل الحاله الاولى عاوتاني غادي تسمعي بزاف ديال الحالات عاوتاني ضروري غتسمعي. كيما وقع الفيلم الاول ديال الحاله الاولى تسجلات، اللي جا داك من الطاليان تسجلات الحاله الاولى، من بعد ولاو بزاف، راه نفس داك الشيء اللي غيوقع حتى دابا. تنقول لك هما قالوا اللقاح راه خرج هاد الساعه هادي، راه مازال ما طبق عندنا حنا حتى شي حاجه في هاد المغرب هاد الساعه هادي بعدا. ونتمنى يكون خير ان شاء الله. علاش ما درتش الكمامه ديالك؟ هيا كاينه عندي ولكن الله يحفظك. خرجها وريها للناس. هيا كاينه هيا. يلا دير الكمامه ديالك. ديرها علاش لا. السلام عليكم، معكم طالبه في معهد ديال الزراعه في عيش ملول. اول مره غادي نعرف باللي سلاله جديده ظهرت البارح. سو كنظن باللي هادشي غيدير واحد التغيير بزاف، سواء في قرايتنا سواء شحال من حاجه. وحنا ما بغيناش ديكو يرجع للحجر الصحي. علاش؟ حيت حنايا كوم بيزاجيست ما بغيناش نقراو ا ديستونس، حيت ما كنتعلمو حتى شي حاجه. هي واحد الفيليغ اللي خصها البراتيك وشحال من حاجه. سو ا ديستونس حدك كتقرا كتحفظ، ولكن البراتيك فينا هو. سو الحجر الصحي ملي غيرجع غادي ياثر علينا، سواء نفسيا ولا عقليا ولا شحال من حاجه وماديا. هذا هو المشكل صراحه. صراحه كنتمنى يدارو شي اجراءات اللي فوريه يحدوا من هاد الظاهره هادي، باش ما تنتشرش كيف ما قبل، باش ما تديرش ثاني بحال ديك الحاله اللي دارت هاد العام اللي فات وتعاود عاوتاني في نفس لا بيريود. يديروا حل دغيا قبل ما تنتشر ويعاونونا حتى حنايا، حيت اصلا الحاجه الوحيده اللي حنايا كنهتموا بها هي قرايتنا. سو الا مشات جا حجر صحي اعتبر بلي قرايه راه ما كايناش، راه العام فات لهذا العام راه ما غتستافد حتى شي حاجه. الصراحه حنا والله الا متخوفين من هذه القضيه، رجعوا ثاني للحجر يعني نبداو ثاني ازيرو ونجلسوا القرايه عن بعد، وغادي تكون الازمات راه كيعرفها. راه دوزنا ملي دوزنا داك الحجر ما نكذبش عليك الا تكرفسنا، خصوصا حنا الامهات تنتكرفسوا، ما حيلتنا الكوزينه، ما حيلتنا مع وليداتنا، ما حيلتنا. ملي سمعنا لهاد السلاله الجديده ما عندناش فكره عليها ابدا ياك، والتوقعات ديالنا حنا متخوفين نعاودوا ثاني نبداو ثاني ازيرو. هادشي اللي ما بغيناش يكون، وتنتمنوا ان شاء الله الوزاره تاخذ نديروا الاحترازات ديالنا، وتاخذوا الاحترازات ديالنا، وهذا ورجع اش نقول لك، رجعوا ثاني ما رجعوش ثاني من الاول يعني من الاول ثاني. وكي راه تكرفصنا بصراحه هاد كورونا كرفصتنا ما نكذبش عليك، وتنطلبوا من الله يرفع علينا هاد الوباء، حيت حنا اللي متضررين يعني كلشي متضرر يعني ماديا ومعنويا ونفسيه ديالنا ونفسيه ديال الاطفال ديالنا. يعني مني انفا اش نقول لك، تنقراو معاهم كنا منا يعني ملي تندخلوا للدار كنا منا، وتنتمناو من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء. هذا الشيء اللي تنطلبوا من الله. باعتباري طالبه في المدرسه العليا الاساسيه في تخصص فرنسيه، ما صراحه ما كنعرفش بزاف ديال المعلومات على هذه السلاله الجديده. اللي كنعرف ان اول حاله ظهرت في المغرب البارح، واللي كنتمنى ان شاء الله هو ان الحجر الصحي ما يعاودش يرجع، حيت ما فينا اللي يعاود يعيش نفس الروتين نفس ديك الفتره ديال الحجر الصحي. دازت صعيبه اننا بقينا في الدار، وديجا حنا ما مولفين زعما كنبقاو فتره طويله في الدار، وما مولفين زعما القرايه ونولفين هذه، وكانت الصعوبات اللي لقينا في قرايتنا لا بالنسبه للزيكزام ان لي زيكزام ولا بالنسبه للقرايه الفهامه. دونك كنتمنى اننا ما نعاودوش نرجعوا للحجر الصحي، وان شاء الله يكون خير، وان شاء الله ما نرجعوش للحجر الصحي. شكرا.
صراحة ما عرفناش هاد السلالة الجديدة ديال كورونا واش غادي زعما غادي يكون عندها شي أسباب سلبية على المجتمع. كنتمنوا ما تدهورش لنا الدراسة ديالنا بحال الأول وتستمر الحياة كيف ما كانت، ويحاولوا أنهم يديروا شي طرق الوقاية منها أكثر من الأول. وكنتمنوا من وزير الصحة يدير لنا اللقاح خلاص باش تاخذوا الإجراءات اللازمة نعرفوا شنو كاين ونحاولوا أننا حنا نتعايشوا مع هذا المرض باش ما توقفش الحياة على مرض. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.